إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لا حصول لهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى من صالحا في الله بنعمتك في بيتك الصالح وتفقد الطير فقال ما لي لا أجد النوم كان من غيره لأعذبنه عذابا شديدا فقال عبد بما لم تردي وجدتك من سواك لما إني وجدت امرأة تملك مرتي من كل شيء ولا أشكر عليه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم شيطان أعمالا فهم لا يهتدون يسجدوا لله الذي يخرج الخطا في السماوات أفسدوها وجعلوها للتدريب إلا سمى كذلك يفعلون وهذه مرسلة إليهم بهذه التفاعل لهم ويجهم مرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلا أنتم بهديتهم تفرحون إليهم فلناتينهم بجنود رقاب ما لهم بها من الجن أنا آتيك إلا الله تقوم المواقف
بآتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشر أمامك. فلما رأته حسبته حجة وكشفت عن ساقيها لنبيتنه وأله ثم لنقولن لبنيه ما جئنا منك لبينا لزادها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تجدوا ما لا يقام يدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نارا وجعل لها رواسي وجعل بين البرية حاجزا إلى ما لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الخلفاء لا إله إلا الله. صل على محمد 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 رحمته لا إله إلا الله لا إله إلا من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزق من السماء. Yeah.
ففزح من في السماوات ويتمر مر السحاب الحلاء الذي أمره الله إنه بما يغلى بالحسنة فإنما يهتدي لنفسي أمان الله إنما أنا من الحمد لله يهديك ما يهدي وتعرف لها ما يهدك بها بالأمان يهدي بسم الله الرحمن الرحيم باسم يستضعف ضعيفة من الملك الأمام والكريم إنه كان من المسلمين تعلمون على الذي لتضعف بفضل أن ترى حمة ولدنا ملائكة ونمكن لهم في الأرض ونري خائفا يترقب فإذا الذي استنصر
ما غضبكما ولدا ليزيك شما سقيت لنا ولما جاء صالحا لنا لا تحمل من يا من سجر ما سجدت قبل لمين يريد ان انقعك احدى بنتي اتين على تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا بحجك ما أريد أن أشق عليك فتجدني تابع من الصالحين على ذلك بيني وبينك أيما من جانب الطور نارا قال لأهلي انفذوا إني آمست نارا لعل يهديكم منها بخبر الأجنة من النار لعلكم تسألون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن فلما رأيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يحقق يا موسى أحقق لا تخف إنك من الآمنين شغلتك في جيبك تغذى إذا من غير سوء وانضم إليك جناحك من الذهب بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلوا فيكما بآياتنا ثم أمرتكما الغيب جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا فتداول
يا مطيع يا خير لا يدير
الله عليكم النار سرمة إلى يوم القيامة. Yeah.
سبيلنا ونحمي الخزاياكم حاملين من خزايا ومنهم من غضبنا
تتنى وسخر الشمس والقمر منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها
الذي أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون الحقيقة تخافون لكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون I'm a
ثم يميتكم ثم يحييكم. Bye.
الحكمة أن يشكر لله يا من يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر على حبة من خندل وتكون في ذرتها في سماواتها بيدك الله كما هدت ابراهيم يا بني اقبل الصلاة لا تصاعد خدك للذي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في البحر يا مدها وسخر الشمس والقمر إلى أجل مسمى والنزاع بما تعملون عليه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه باطل بنعمة الله يعيكم من آياته لتنذر قوما ما جاءهم من نذير ما قبلك لعلهم يهتدون
ركزوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أرسلنا وسبينا هدينا نعمل لا ولكن لاتينا كل الناس هداها ولكن حق الله Yeah.
طيبة منهم يا أهل يثرب لا ما لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم الذي I'm not
تزوجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما والغارتين والغارتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منا وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين ولا
تبدل بهن من من طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم بسم الله الرحمن
قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يحزب عنه مثقال ذرة في السماوات من أجل Yeah.
يصدقون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون فهو مولى. للذين استضعفوا أنا لزدناه غير ذاك هديناهم الناس الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة ما نظرنا وإلى الله
ان وعد الله حق فلا تغرنكم حياه الدنيا يغرنكم بالله الغرور وقل مزوره الكلم الطيب والعمل الصالح من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمرهن يعمر ولا ينقص من تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حرية تلبسونها يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدين مسمى ذلكم الله ولو كان ذا غربا إنما تغذر الذي يغزى محبا أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جثة بيض وحمر مختلف ألوانها الحمر أبيض سود للناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يتلى الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
يا سامر يا قام الدم يا جزالي يا جزالي
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطقهم لو يشاء الله
الله